لو بتسأل ليه فريق المستشفى كله واقف كده، فاحنا واقفين علشان نفاجئ الدكتور حسام بعيد ميلاده. وبسبب الورود الكتيره اللي محطوطه والناس الكتيره اللي واقفه قدام المستشفى، كل العربيات اللي كانت بتعدي كانت بتفتكر ان في فرح. واخيرا دكتور حسام وصل وعجبه قوي التنظيم اللي كنا عاملينه. وطبعا غنينا كتير قوي مع بعض فريق المستشفى كله، طفينا الشمع وكلنا اتصورنا معاه. وحابب اقول انه اجمل حاجة في الموضوع روح الحب اللي بين الناس في المستشفى، وده بيعمل بيئة عمل جميلة تخلي الواحد مبسوط فعلا في يوم شغله. وطبعا اتشغلت في الكلام مع دكاترتي الكبار وزمايلي في المستشفى، ونسيت اهم حاجة في اليوم، الاكل طبعا، علشان قدامي يوم طويل قوي في الشغل النهاردة لازم اكون واكل كويس. واحتفالا بعيد ميلاد دكتور حسام، المستشفى كلها اخرت العمليات شوية النهاردة، وقعدنا نصور فيديوهات ونغني مع بعض. كل سنة وحضرتك طيب يا أجمل دكتور في الدنيا. أنا دكتور شريف جمال، وبتمنى لكم تتبسطوا في حياتكم.